وخلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة، أوضح الدكتور عمر العبيد لمدير إدارة الدراسات والبحوث في مركز دراسات أبرز إنجازات المركز خلال عام 2023. تم تحقيق الإنجازات المهمة خلال عام 2023، على رأسها عقد المنتدى السنوي لدى مركز دراسات، وبالتعاون هذه السنة مع المجلس الأعلى للمرأة، وهو تناول موضوع دور المرأة في البحث العلمي وفي صنع القرار في منطقة الشرق الأوسط والدول الخليجية. كما أيضا تم نشر تقرير حالة المدن العربية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للإنمائية في مملكة البحرين وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية. وتم تدشين هذا التقرير المطول في شهر مارس الذي يتناول يعني موضوع التخطيط العمراني المستدام في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط. وبالإضافة إلى ذلك تم عقد عدد كبير من الندوات والمؤتمرات والجلسات الحوارية، كما أيضا تم نشر يعني سلسلة من دراسات تتناول قضايا ذات صلة بصنع القرار في مملكة البحرين.